يعني اللي بيع بضاعة الفنا يا عايش. يعني هو مهران هيرضى يخلينا نبيعها؟ وفرض رضى، هنلحق نبيعها قبل 1/7؟ بتقول حاجة يا عايش، ساكت ليه؟ دلوقتي أنا شغلتي عامل غسيل عبوات، صح؟ صح. يعني ما بفهمش في الإنتاج، صح؟ صح. والأسطى ناجي كانت شغلته الإنتاج، صح؟ صح. طب إيه بقى اللي يخليه يحرق قلبه على بضاعة إلا إذا كان متأكد إنها سليمة 100%؟ يعني إيه؟ يعني إحنا عشان نبيع البضاعة دي لازم نتأكد الأول إنها مش تلفانة. إزاي؟ حط البضاعة دي هنا، ارفع الشوال على فوق. يلا يا اخويا اعمل لك ايه؟ ما جهز انت عربيتك على الليل. يلا
مين اللي بره؟ افتحها يا خيرات. حقك على يا خيرات. يا سلام، تفضحني في زفه وتصالحني في الضلمه مش عايش. معلش افتحك يا خيرات. هو كان ربنا رايد لي خبطه جامده قوي على نافوخي عشان افوق. وفقت؟ مش لنفسي بس، انا دلوقتي فوقت لنفسي وللناس اللي هيضيعوا بسببي، وعايزك تحط ايدك في ايدي عشان الناس اللي بتقول عليهم دول. انا مستعد. بيلي رقي بكلمه حلوه، يا لسانك ما اعرفش غير الشهد. اما يروح طعم الصبر اللي عليه الاول يعيش. هيروح يا خيرات. انا برضه ابو كرتونه اللي نفسه يتلم معاك في عيشه واحده، ان شاء الله تكون بالعيش الحاف. والرصدين باذنك يا رب هقلبه برطوشه، انسلها على دماغ اللي استهلوها. بس انت ساعدينا خيرات. ساعدك من عينيا وانت عارف. عايز ايه؟ وصلي لي البيت صبح بتاع المعمل، انت ساعدت مراته وعارفه بيتهم. ايه يا خيرات؟ اه. ايه يا صبحي؟ الست ساعات اللي انت قلت عليهم قربوا يخلصوا والناس قربت توصل. خلاص قول لي حاجه، انا قلبي خفيف. مبروك صالحه.